السلام عليكم أبنائي وبناتي من كل المراحل، تعالوا نراجع سريعا على فكرتين سهلين وفكرتين بنحتاجهم في كل المراحل زي ما قلنا كده علشان الدنيا تبقى سهلة معانا واحنا بناخد الليسونز بتاعتنا واحنا بندرس في فروع الماث المختلفة. دايما بنحتاج الفكرة اللي هي فكرة ايه؟ الفاكتورايزيشن. طب بنحتاج فكرة الفاكتورايزيشن في ايه؟ والله غالبا بتحتاجها يا إما في solving equation يا إما في simplify لalgebraic fractional functions لو كنت أنت في prep 3، يا إما في solving quadratic equation لو كنت في secondary 1، يا إما في limits والcalculus لو كنت في secondary 2، يا إما في كل حاجة في أي حاجة لو كنت في secondary 3. إذن هي فكرة مهمة جدا، تعالوا ننطلق مع بعض ونبدأ. أول حاجة عندي في الفاكتورايزيشن إن أنا لازم أبقى عارف أو أبقى فاهم إيه هي البيزكس بتاعة الفاكتورايزيشن. أول ستيب قبل ما أعمل أي فاكتورايزيشن في الدنيا بعمل كومن فاكتور. يعني إيه بعمل كومن فاكتور؟ بشوف لو كان في كومن فاكتورز موجود باخده على جنب كده لوحده وبحط بقية الإكسبريشن جوه براكتس. طب بعد كده بعد الكومن فاكتورز بنبدأ لو في arrangement بنعمله، وبعدين بنبدأ نشوف الطرق بتاعة الفاكتورايزيشن المختلفة. نبدأ مع بعض كده مع أفكار الفاكتورايزيشن من الأول كده. أول حاجة عندي هنا الـ 3x plus 21y. طبعاً أنا لو شفت الـ 3 والـ 21 في بينهم common factor اللي هو 3. يعني إيه common factor يا جماعة؟ يعني ينفع الترم ده، ينفع الترم ده الاتنين يتعمل لهم divide 3. طيب هل هنا في x وفي y في حاجه مكرره؟ مفيش، يبقى خلاص مفيش كومن فاكتور غير ال 3. اخدت 3 هعمل ال first term divide 3، يبقى 3x divide 3 تبقى x، و 21y divide 3 يبقى plus 7y. كده خلصت، والله العظيم خلصت. نشوف نمبر 2، 2a power 3 plus 6a power 2 minus 4a. طبعا هنا في 2 هنا في 6 وهنا في 4، يبقى كلهم ينفعوا divisible by 2. ادي نمبر 2 كله divisible by 2. a power 3 a power 2 و a، طبعا كله في a متكرره، ادي a باصغر باور اللي هو 1 لان ده 1 وده 2 ده 3. نفتح براكتس. طبعا في حته مهمه جدا لازم تبقى مدركها هنا لانك انت راجل كبير وشاطر وفاهم. هنا في ادي 1 2 3 دول اسمهم 3 terms، يبقى جوه هيبقى في 1 2 3. طب جوه بقى هيبقى في a يا جميل، هيبقى في عادي 2 a power 3 divided 2 a زي ما بنعمل كل مره، 2 divided 2 مع السلامه، a power 3 over a ب a power 2. 6 divided 2 ب positive 3، و a power 2 divided a a، و negative 4 divided 2 ب negative 2، و a divided a مع السلامة. فضل عندي a power 2 plus 3 a minus 2. طبعا a power 2 plus 3 a minus 2 ملهاش factorization. واحد هيقول لي انا معرفش، طب اعرف ازاي ان هي ملهاش factorization؟ اقول لك روح هات الكالكوليتر الجميلة. انت طبعا لو انت عايز تشغل دماغك المفروض ده يحصل، انك انت بتعمل ايه؟ بتقول لي انا عايز 2 numbers المالتبلاي بتاعهم 2، والسم ولا الديفرنس؟ خلي بالك دي نيجاتيف، يبقى انت عايز الديفرنس بينهم 3. ده مستحيل يحصل. لو دي كانت بلس كان نافع، كنت قلت ان 2 نمبرز تايم بتاعهم 2 والسم بتاعهم 3 اللي هم 2 وال1، لكن ما دام دي ماينس يبقى ديفرنس. طب انا سيبني من الفكره دي وهروح احل بالكالكوليتر خلاص. يبقى هعمل ايه؟ كده مترتبه الاي باور 2 في الاول وبعدين الاي وبعدين النوميريكال تيرم. طبعا الكوفيشنت بتاع الاي باور 2 ب 1 ايكوالز وادي 3 equals وادي negative 2. شوف بقى الجمال اللي هيحصل. المفروض ان يطلع لي دلوقتي values numbers، طلع لي ايه؟ طلع لي root. طبعا ده مستحيل تستخدمه وانت بتعمل calculate وانت بتعمل factorization. حلو الكلام؟ جميل جدا الكلام. يعني سؤال زي ده كده انت هتكتفي بهذا الحد؟ طبعا بتكتفي بهذا الحد وما تعملش اي factorization تاني. طيب هنستخدم برضو الكالكوليتر في الفاكتورايزيشن اكتر من مره بس علشان نتعلم ازاي نوفر الوقت في الامتحان. 3x power 2 plus 15xz minus او سوري plus 21xy power 2. طبعا دي 3 و15 و21 يعني 3. طب هنا x power 2 وهنا xz وهنا xy power 2. هنا في x وهنا في x وهنا في x. جميل جدا، يبقى هاخد x common factor. طب اشمعنى x مش x power 2؟ عشان دي x power 2 ودي x ودي x، فانا باخد اصغر power. هنفتح براكت. سامع واحد شاطر قال لي هنا في 1 2 3 terms، يبقى هنا في 3 terms. 3x power 2 divided 3x x 15xz divided 3x يبقى plus 5z. 21xy power 2 divided 3x 21 divided 3 يبقى plus 7xx مع السلامة. y power 2 تنزل زي ما هي.
طبعا ده كده ملوش اي فاكتورايزيشن، لان ده واي باور 2 ده اصلا ما فيهوش واي وده اكس، يبقى كده خلصت. نمبر 4، هنا اكس ماينس 5 وهنا اكس ماينس 5، ناخد الاكس ماينس 5 كومن فاكتور. طب هنا في اكس باور 2 هنا واي باور 2، خلاص ما فيش حاجه، يبقى هيفضل هنا اكس باور 2 بلس واي باور 2. واحد يقول لي طب ما هو دي ليها فاكتورايزيشن، لو كانت ماينس كان يبقى ليها فاكتورايزيشن، انما هي كده ملهاش اي فاكتورايزيشن. شوف الشكل اللي بعده من اشكال الفاكتورايزيشن العادي. هنا بيقول لي فاكتورايز، ده اسمه تراينوميال، يعني في 3 تيرمز. طب بتعمل ايه؟ لو عايز تحلها بدماغك سهله، ولو عايز تحلها بالكالكوليتر برضو سهله. هنا في اكس باور 2 هنا في 10، هتحط لي 2 بريسز وهتقول لي ان الاكس باور 2 دي عباره عن اكس تايمز اكس، وال10 انا عايز 2 نمبرز المالتبلاي بتاعهم 10، ودي ايه، بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف، يبقى الصم بتاعهم كام؟ 7. مين هم؟ على طول البلس 5 وبلس 2، يبقى هو ده الفاكتورايزيشن. طب لو عايز اعملها بالكالكوليتر برضو على طول، مش هنحل كل حاجه بالكالكوليتر، مش هنحل كل حاجه بدماغنا، هنقول مود ايكويشن هي نمبر 5 وبعدين نمبر 3، وبعد كده يا جميل هتروح رايح هي مترتبه، هتقول لي ان ال A اللي هو الكوفيشنت اوف اكس باور 2 ب 1 ايكوالز 7، اللي هو الكوفيشنت اوف اكس اللي هو ال B ادي 7 ايكوالز، وال 10 اللي هو النوميريكال تيرم ادي 10 ايكوالز. طبعا هنا ايه؟ نيجاتيف 2 ونيجاتيف 5. طيب يطلع لي نيجاتيف 2 ونيجاتيف 5، بنعكس الساينز ونحطهم جوه، يعني بدل ما هي نيجاتيف 2 ونيجاتيف 5 نعكسها ونخليها بلس. طيب question number 2، x باور 2 ماينس 6 xy بلس 8y باور 2، برضه نفس الكلام، نحط 2 بريسز، وبعدين هنا عندي x باور 2 يعني x و x، وبعدين هنا عندك 8y باور 2 هتحط y و y. طيب وال 8 نفس الفكره بالظبط، هتدور على 2 numbers multiply بتاعهم 8 والصم بتاعهم 6، لا الصم نيجاتيف 6. تقوم تعمل ايه يا جميل؟ هتقول لي كده ال 4 وال 2، طب يعني ايه الصم بتاعهم نيجاتيف 6؟ يعني الاثنين نيجاتيف، ادي نيجاتيف 2 وادي نيجاتيف 4، بس خلص الفاكتورايزيشن، خلص الفاكتورايزيشن. صعب ده؟ مش صعب. طيب لو عملنا دول multiply بعض هيدي لك الاكسبريشن اللي فوق ده. طب تعالوا نشوف بقى نمبر 3. نمبر 3 فيها مشكلة، إيه هي؟ إن هي مش مترتبة، عايزة تترتب. هنروح قايلين لها أول حاجة هناخد الـ x باور 2 اللي هو أكبر باور، وبعدين بلس 13x، وبعدين ماينس 30. يا سلام على الجمال، إيه الجمال ده؟ بعد كده هتحط لي براكتس وبراكتس، هتقول لي x وx، وبعدين تقول لي 2 numbers المالتبلاي بتاعهم 30، يا سلام عليك. والصم، لا مش صم، ليه؟ لأن دي نيجاتيف، لما كانت بوزيتيف قلت سم، لما كانت بوزيتيف قلت سم، يبقى لما كانت نيجاتيف أقول ديفرنس. من التو نمبرز اللي التايم بتاعهم 30 والديفرنس بينهم 13، ال 15 وال 2 صح؟ أدي 15 وأدي 2. طب مين بوزيتيف ومين نيجاتيف؟ ما هي دي نيجاتيف، يعني واحدة بوزيتيف واحدة نيجاتيف، شايف الكبير بياخد الساين اللي في النص، في النص دي 13 صح؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف، يبقى ده بلس وده ماينس. واحد شاطر دلوقتي يقول لي طب على الكالكوليتر هتطلع ايه؟ هتطلع الاكس ايكوالز نيجاتيف 15 والاكس ايكوالز 2. اللي بيطلع في الكالكوليتر بنعكس الساين بتاعته، ولسه الكلام جاي كتير. يبقى ادي نروح هنا ونقول له نفس الكلام، ال ايه بكام؟ ال ايه ب 1 ايكوالز وال بي 3، لا دي 13 equals negative 30. طبعا عشان الناس اللي بتقول جت منين 13، انا ال 13 هنا مش باينه من ال اهي 13 اكس، مش باينه من الارك اللي احنا عملناه بتاع السيركل. هنا 2 ونيجاتيف 15، فعلا 2 ونيجاتيف 15 بيتعكسوا جوه الساين. طيب بالنسبه للسؤال اللي بعده اللي هو question 4، نفس القصه، لا ده مترتب بس ده في ايه؟ 3 اكس باور 2، لا عايز ترتيب برضه، ادي 18 اكس ماينس 48. طبعا قبل ما تروح تعمل الفاكتورايزيشن، انا قلت لك في البدايه انه البيزكس بتاعتنا من يعني الفابيت فاكتورايزيشن، يعني كومن فاكتورز، يعني احنا رتبنا نعمل الكومن فاكتور. طب يا مستر اخد الكومن فاكتور الاول ولا اعمل ارانجمنت؟ والله اللي يعجبك يا حبيبي اعمله كله صح. هناخد 3 كومن فاكتور، هيفضل عندي هنا x باور 2 بلس 6x
minus 16 يبقى على طول ادي 3 وادي x وادي x. طيب مين التو نمبرز اللي المالتبلاي بتاعهم 16 والديفرنس؟ ليه ديفرنس؟ عشان دي ماينس، ديفرنس بينهم 6. والله واضحه جدا اللي هم ال8 وال2. طب ال8 وال2 دول مين فيهم الكبير؟ ده بلس ده بوزيتيف صح، يبقى الكبير بوزيتيف والصغير نيجاتيف. لو عملتها على الكالكوليتر خلي بالك بقى هنا بيبقى في مشكله في الاسئله بتاعت السمبليفاي. ايه هي؟ انك لو رحت عملت ده على الكالكوليتر بدون ما تاخد كومن فاكتور هيطلع لك دول من غير ال3، طبعا اجابتك هتبقى غلط. فانت لازم تاخد تعمل حاجتين بدماغك بدون كالكيوليتر، ايه هما؟ الارنجمنت والكومن فاكتور. نشوف الشكل اللي بعده من اشكال الفاكتورايزيشن. هنا بيقول برضه 3 terms يعني تراينوميال، بس في مشكله مفيش كومن فاكتور والكوفيشنت بتاع الاكس باور 2 ما بقاش 1. هنا ليها طرق عده، ولكن اسهل الطرق انك تحل بالكالكيوليتر. الناس اللي هيقول لك لا انا بحب اشغل دماغي، ايوه حبيبي اقعد اتدرب كده براحتك في الصيف واعمل اللي انت عايزه بدماغك، لكن هنا في الامتحان هو مش مديلك وقت علشان نبقى فاهمين، بالذات في ثانوي في النظام بتاع الام اس كيو هو مش مديك افيلابيلتي في الوقت انك تعمل الحاجات دي بدماغك وتقعد تجرب، لان سؤال زي ده ممكن يتحل في 20 ثانيه وممكن يتحل في 20 دقيقه، ازاي؟ بالتجريب وبحسب قدرتك والماثماتيشن سنس عندك. طب يبقى انا هعمل ايه؟ على طول هاجي هقول له ال A هي مترتبه ب باور 2 بي وبعدين النوميريكال تيرم، يبقى دي 3 ودي 7 ودي 2. وتعالى نشوف الجديد عندنا. الكالكوليتر هتطلع لك 2 فاليوز، سيبك من ال 2 فاليوز بتوع الكالكوليتر وروح اعمل لي براكتس. اول براكتس هنا وبعدين براكتس هنا. هنا في بي باور 2، هنا بي وهنا مفيش سامبلز، يبقى هنا في بي وبي، وخلي بالك ان انا سبت سبيس قبل دي وقبل دي. الكالكوليتر طلعت لي كام الجميله؟ هي فينها؟ اهي. طلعت لي نيجاتيف ثيرد وكمان مين؟ ونيجاتيف 2. يبقى خلي بالك انت عندك اهي ادي بي وادي نيجاتيف ثيرد وادي بي وادي نيجاتيف 2، عشان بس تتعلم انت تكتب ازاي. اول حاجه هتعملها هتعكس الساين دي وتشيل ال 3 وتحطها جنب البي. هنا هتعكس الساين ومفيش حاجه هتتشال، يعني انا بشيل الدينومينيتور، فهتبقى 3 بي بلس 1 وبي بلس 2. يبقى كده عملنا الفاكتورايزيشن بشكل مباشر. طيب نشوف الفاكتورايزيشن اللي بعده او السؤال اللي بعده. طبعا عايز تتاكد برضو روح اعمل ملتبلاي للتو براكتس، لكن خلاص انتوا تجاوزتوا المرحله دي والكلام ده انتوا واخدينه زمان في بريب ومش جديد عليكم. 5x باور 2 ماينس 6x بلس 1 نفس الكلام، هعمل تو بريسس. خلي بالك انك انت محتاج حاجتين، مفيش كومن فاكتورز دي بدماغك. الx باور 2 افرض ان هنا في x وهنا في x باور 2 هنا y باور 2. يبقى انا لازم اركز ايه هما الفاريبلز اللي عندي، في الاول في فاريبل وفي الاخر نمبر، يبقى هنا هحط x واكس. طب وبعدين هروح على الكالكوليتر جاري اقول لها تعالي يا كالكوليتر. هنعمل ادي اول حاجه 5 equals negative 6 equals 1 equals، يبقى الاكس مره طلعت 1 ومره طلعت 1 over 5. طبعا على طول 1 يعني minus 1 و 1 over 5 يبقى ادي ال 5 وادي minus 1. الكلام ده مهم جدا انك انت تبقى عارفه. question number ده كان 2 يبقى 3 يا شباب بيقول لي 12x power 2 28 minus 5y، مفيش اي common factor، يبقى على طول هحط brackets وbrackets. وانا قلت في حته بتتعمل بالدماغ، ايه هي؟ دي x power 2 يبقى ادي x وادي x وقبلها number، ودي y باور 2 يبقى دي y وy، بس اتاكد ان مفيش كومن فاكتور. مفيش كومن فاكتور برضو على الكالكوليتر جاري، هتروح تعملها اهي، هتروح تقول لي كام هنا 12، يبقى ادي 12 equals 28 equals negative 5 equals واحده 1 over 6. يبقى حضرتك هتروح تقول لي ايه؟ خلينا نحفظهم كده وبعدين نكتبهم. ادي 1 over 6 ونيجاتيف 5 over 2، يبقى 1 over 6 يا جماعه ادي 6 ونيجاتيف 1. ال 1 طبعا مالوش داعي تكتبه، يعني انت لو كتبته تمام، لو ما كتبتوش تبقى اشطر واجدع. النمبر الثاني اللي كان مع ال 1 كان كام؟ نيجاتيف 5 over 2، نيجاتيف 5 over 2، يعني هيبقى ادي بلس 5 وادي 2، الدينومينيتور بيطلع فوق. ده الفاكتورايزيشن، ده الفاكتورايزيشن كامل وما فيهوش اي اختراع ثاني. 6x power 2 minus x minus 12 مفيش common factor،
مفيش arrangement يبقى two brackets ادي اكس وادي اكس على طول calculator ادي سي ادي 6 equals negative 1 equals negative 12 3 over 2 ونيجاتيف 4 over 3 3 over 2 يا جماعة يبقى minus 3 وادي 2 ونيجاتيف 4 over 3 يعني plus 4 وادي 3 كده الفاكتورايزيشن ده كله تمام. شوف اللي بعده الشكل اللي بعده ده شكل جميل جدا وشهير ومش محتاج كالكليتور في حله. ليه؟ لان ده بيرفكت سكوير وده بيرفكت سكوير. طبعا لو انت مش عارف يعني ايه بيرفكت سكوير اللي هم البيرفكت سكوير نمبرز اللي هم السكوير نمبرز بتوع كل النمبرز اللي انا عارفه مش فاهم يعني 1 باور 2 ب 1 2 باور 2 ب 4 3 باور 2 ب 9 4 باور 2 16 25 36 49 الحاجات دي كلها انت خدتها في دي 64 ودي 81 100 121 144 169 196 تمام وهتكمل بنفس 225 هتكمل بنفس الوتيره. يعني لو خدت روت للنمبر هيدي لك نمبر عادي يعني مش هيدي لك روت او ديسمال. طيب في الحاله دي انا بعمل ايه؟ باخد سكوير روت للفيرست سكوير روت للسكند بعد ما اتاكد انه مفيش كومان فاكتور بعد ما اتاكد ان هو في ارانجمنت ان هو مترتب ترتيب صحيح وبعد كده اعمل ايه يا جميل؟ بعد كده اروح قايل له تعالى لي هنا على جنب السكوير روت بتاع الاولاني ادي 1 يبقى ادي 4m سكوير روت للتاني ب 7 4 تايمز 7 ب 28 تايمز 2 ب 56m خلاص يعني ده تايمز ده تايمز 2 اداني اللي في النص ايوه خلاص يبقى انا كده حليت صح يبقى هنزل ببلس واقول له اول باور 2 نفس الكلام 25a باور 2 السكوير روت بتاع ال 25a باور 2 ب 5a سكوير روت لل 9 ب 3 ونحط نيجاتيف عشان دي نيجاتيف ونقول اول باور 2. طب عايز اتاكد ان انا بعمل صح 5a تايمز 3 تايمز 2 5a تايمز 3 ب 15a تايمز 2 يبقى 30a يبقى انا كده صح. هنا في 2x باور 2 و4x y و2y في 2 كومن فاكتور يبقى هاخد 2 كومن فاكتور وبعدين يفضل هنا x باور 2 بلس 2 x y بلس y باور 2 ادي 2 كومن فاكتور. وخلي بالك ده اللي انا قلته انك انت لو عملت اي طريقه ما خدتش كومن فاكتور حلك كله هيبقى غلط. ادي x وادي y انا ليه عملت 2 بريسز ده بيرفكت وده بيرفكت. طب ده تايمز ده تايمز 2 مش ب 2 x y ايوه يبقى بلس وادي باور 2. طب هنا ايه؟ هنا في 2 و 20 و 50 في كومن فاكتور في كومن فاكتور ايه هو برضه 2 هيفضل هنا ايه 25x باور 2 ماينس 10xy بلس y باور 2 هاخد 2 واعمل براكتس واحد ليه عشان روت ده ب 5x وروت ده بواي و5x تايمز y تايمز 2 بنيجاتيف ب 10xy والنيجاتيف اللي في النص دي تنزل هنا يبقى باور 2 ما تنساش تحط الباور 2 بعد الفاكتورايزيشن عشان هتحتاجها في السمبليفاي جدا كده بقى سهل اظن الدنيا سهله جدا. فاضل شكلين او ثلاث اشكال من الفاكتورايزيشن اهو الديفرنس بتوين تو سكويرز طبعا ده بيرفكت وده بيرفكت وبينهم ماينس هتحط تو بريسز على طول وانت مغمض عينك ادي اكس وادي اكس ومره بلس ومره ماينس وروت 16 ب 4 و 4 ده نمبر 1 نمبر 2 على طول مفيش كومن فاكتورز يبقى براكتس وبراكتس 4a باور 2 الروت بتاعها 2a وادي 2a 25b باور 2 ب 5b و 5b طبعا مره بلس ومره ماينس وخلص الكلام. نمبر 3 براكتس وبراكتس طبعا قبل ما نشتغل لسه في فاكتورايزيشن في ايه في كومن فاكتور يبقى ثواني بقى ناخد كومن فاكتور الكومن فاكتور هنا اللي هو ايه 2 بعد ما ناخد كومن فاكتور 2 18 ديفايدد 2 ب 9 x باور 2 50 ديفايدد 2 25 y باور 2 فاكتورايزيشن ال 2 ما تنساهاش وال 9 ب 3 x و 25 ب 5 y و 5 y الشكل ده هنا بلس وهنا ماينس الشكل ده اساسي لازم يكون 2 terms بس مش اكتر ولازم يكون بينهم ماينس ما ينفعش يبقى في بينهم بلس. هنا بقى يا شباب هل في كومن فاكتور؟ اه في x بلس y كومن فاكتور يبقى نمبر 4 اهي
هناخد x plus y common factor. بعدين في عندي 16 هيفضل 16 x power 2 minus y power 2، يبقى ادي x plus y وهنا brackets وهنا brackets. 16 x power 2 يا جماعة ب 4x، ادي 4x الروت، y power 2 الروت بتاعها ب y مرة بلس ومرة ماينس. طبعا كده الفاكتورايزيشن خلص، كده خلص. نرجع للديفرنس والسم اوف تو كيوبس. انا عندي هنا ده بيرفكت كيوب، ده بيرفكت كيوب. يعني ايه بيرفكت كيوب؟ يعني نمبر ومعمول له باور 3. طبعا هناخد نمبر 1 هنقول براكتس صغير وبراكتس كبير. طب البراكتس الصغير بنعمل ايه في الساين؟ طبعا دي بوزيتيف، بنقول زيها عكسها دايما بوزيتيف. هنا في x وهنا في 4، تمام؟ ناخد ده باور 2 يبقى x باور 2 و y باور 2 اللي هي 16، وبعدين في النص x تايمز 4 ب 4x نمبر 2. هنا عندي الكلام ده برضو نفس الكلام، براكت صغير وبراكت كبير. هنا نيجاتيف زيها عكسها دايما بوزيتيف. كيوبيك روت هنا ب 2x، وكيوبيك روت لل 27 ب 3. ده باور 2 ب 4x باور 2، ده باور 2 ب 9. 2x تايمز 3 خلي بالك كده مفيش تايمز 2 2x تايمز 3 ب 6x، بس كده نمبر 3. برضه نفس الكلام ولكن في 2 كومن فاكتور، هتفضل x باور 3 بلس 8. ايه الجمال ده؟ ايكوالز ادي 2 براكت صغير وبراكت كبير، ده بوزيتيف زيها عكسها دايما بوزيتيف. x power 3 الكيوبيك روت بتاعها x، وال 8 الكيوبيك روت بتاعها ايه؟ 2. x power 2 ادي x power 2 وادي 2 power 2 اللي هي 4، و 2 times x ب 2x نمبر 4. هنا عندي common factor 2، اخد common factor 2، وفي x power 4 و x يبقى هاخد كمان x. في حاجة تاني؟ لا. ال 54 divided 2 ب 27، x power 4 divided x ب x power 3 minus 2 divided 2 تمام، x divided x مع السلامة، فضل y باور 3. ايه الجمال ده؟ طبعا برضو هكتب 2x وما تنساش الكومن فاكتور، براكت صغير وبراكت كبير. ده 3x minus y، هنا ده هنعمله باور 2 يبقى 9x باور 2 وy باور 2، ادي y باور 2. طبعا ده دايما positive، سوري نسيت اقول الساين، دي negative يبقى negative زيها عكسها دايما بوزيتيف، يبقى نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف. طيب ده تايمز ده 3x تايمز y ب 3xy، كده خلص الفاكتورايزيشن. اخر شكل من اشكال الفاكتورايزيشن معانا. طبعا في اشكال تانية للفاكتورايزيشن لكن دي الحاجات الرئيسيه اللي احنا هنستخدمها في السمبليفاي. هنا في كام ترم؟ 1 2 3 4. كده انا هشتغل على حاجه اسمها باي جروبنج. يعني ايه باي جروبنج يا جماعه؟ يعني هنا في 5b وفي xa وفي 5a وفي xb، صح؟ لو عملت ترتيب كده هتبقى 5b plus 5a plus xa plus xb. انا كده عملت ايه؟ انا جبت الاثنين اللي فيهم 5 جنب بعض والاثنين اللي فيهم x جنب بعض. علشان اعمل ايه؟ عشان اخد brackets و brackets. اولا هنا في ايه في common factor؟ خلينا نعمل الستيب الاولانيه. هنا في الاول ايه؟ في 5 كومن فاكتور، صح؟ هيفضل b بلس a، وهنا في a كومن فاكتور x، هيفضل a بلس b. طب ما هو b بلس a هي نفسها a بلس b، يبقى هاخد a بلس b كومن فاكتور، فضل في الاولى 5 والثانيه بلس x. فهمت؟ طب عشان تفهم اكتر شوف اللي بعدها، x باور 3 ماينس x، كده مترتبها. ال x باور 3 دي هناخد منها، و x باور 2 هناخد x باور 2 كومن فاكتور، هيفضل x minus 1، لأن دي x power 3 divided x power 2 بx، minus x power 2 divided x power 2 بنيجاتيف 1، minus ناخد 9 common factor، negative 9x divided negative 9 بx، و 9 divided negative 9 بنيجاتيف 1. يا سلام على الجمال بقى، في هنا x minus 1 وهنا x minus 1، يعني equals، أدي x minus 1، فضل هنا في الأول x power 2. وفي الثاني نيجاتيف 9. اوعى تروح وتقول خلصت لسه في فاكتورايزيشن. ليه؟ لان ده اللي احنا خدناه من شويه، مش دي اكس ماينس 1 اهي، وده اكس باور 2 ماينس 9 اللي هو ديفرنس بتوين تو سكويرز، روت الاولاني باكس وروت الثاني ب 3 مره ماينس ومره
بلس. آخر سؤال اللي هو 3 x باور 2 ماينس y باور 2. طبعاً أقدر أخد من هنا الأولاني اللي هو ال x باور 2 ماينس y باور 2، ده هي لوحدها ممكن تبقى عبارة عن x بلس y في x ماينس y اللي هو إيه؟ اللي هو الديفرنس بين تو سكويرز. والتاني ده ممكن ناخد منه 5 كومن فاكتور يفضل عندي إيه؟ x ماينس y. طب ما أدي x ماينس y وأدي x ماينس y يا جميل، يبقى أدي x ماينس y. نفتح براكتس هيفضل عندي ايه؟ x بلس y بلس 5، يبقى ادي x بلس y بلس 5. ده كانت اشهر افكار الفاكتورايزيشن. طب انا كطالب في secondary 2 او في secondary 3 هستخدم الكلام ده في ايه؟ هستخدمه او حتى في prep 3 على فكره في ال second term هنستخدم ده كله في الافكار بتاعه السمبليفاي. ازاي؟ هنشوف مع بعض دلوقتي. هو هنا بيقول لي simplify each of the following. طب simplify ده انا هستفيد منه ايه؟ هستفيد منه ان هو هيحل لي اسئله الليميتس. هنتعلم هنا فكرتين، الفكره الاولى ازاي نعمل simplify، والفكره الثانيه ازاي نعمل long division. ليه long division؟ عشان نعمل برضه simplify. طيب اول حاجه اللي فوق ده ليه common factor 2، ادي 2 يفضل x minus 3، وهنا في 7 common factor هيفضل x minus 3. طبعا دي راحت مع دي يفضل 2 over 7. ايه ده؟ يعني ده كله في الاخر equals 2 over 7. ايوه اللي فوق ده فيه x common factor هيفضل x minus 1 over وادي الx، الx راحت مع الx يفضل x minus 1. شفت الدنيا سهلة وبسيطة وما فيهاش حاجة. هنا هناخد x common factor هيفضل عندي x minus 2، وهنا هنعمل factorize عادي اللي هو 2 braces، هنا x وهنا x، وهنا عايز two numbers المالتبلاي بتاعهم negative 2 والديفرنس بينهم negative 1 اللي هم 2 وال 1. طب الكبير فيهم ايه؟ negative، والصغير فيهم ايه؟ positive. راح ده مع ده يفضل x over x plus 1. طلعت الدنيا سهلة. طيب هنا هنعمل الفاكتورايزيشن انهي؟ اللي هو بالكالكوليتر، لكن انا هعلمك حاجة بقى دلوقتي تخليك ما تعملش فاكتورايزيشن بالكالكوليتر. ايه هي؟ هنا هتقول لي ادي x باور 2 ماينس 1، هتروح قايل لي ادي x بلس 1 وادي x ماينس 1. طبعا احنا هناخد بعد كده في درس الليمت حاجه اسمها الليمت كي، يعني انت هتبقى عارف مين الفاليو اللي انت عايز تخلص منها. لكن انا هنا بقى عايز اشتغل عادي سهله، هنحط تو براكتس وبراكتس اهو وتعالوا نجرب. لو انا عملت الاكسبريشن ده، لو انا عملته ديفايدد ده يطلع عندي ايه؟ 3x باور 2 ديفايدد x ب3x، ونيجاتيف 4 ديفايدد 1 بنيجاتيف 4. طب جميل جدا، يبقى البراكتس الاولاني المفروض يطلع كده. طب البراكتس الثاني يطلع كام؟ اهو ما هو x بلس 1. تعالوا بقى نجرب نعمل ملتبلاي ده، هل هيديني اللي فوق ولا لا؟ طبعا 3x تايمز x ب3x باور 2 ونيجاتيف 4 تايمز 1 صح، لكن اللي في النص الاكستريمز والمينز، هل الكلام ده 3x times 1 ادي 3x minus 4 times x minus 4x هل داني كده ولا العكس؟ لا ده دي x وده 3x minus 4x هيديني نيجاتيف x، يبقى انا عكست. عكست ايه؟ عكست الساين، يعني ده اللي هيبقى بوزيتيف وده اللي هيبقى نيجاتيف. بس انت عشان ما تضيعش وقتك وتعمل القصه دي، لما يبقى عندك ليميت هتستخدم الليميت كي. طب لو مش عندك ليميت او لو انت نسيت القصه دي هتروح تعمل الفاكتورايزيشن الجميل عادي اهو، اللي هو بيقول ايه؟ بيقول ان دي هي عبارة عن 3 equals 1 equals negative 4. شفت الكلام احنا خدناه ليه؟ ادي 1 يبقى هكتب x minus 1 و negative 4 over 3 يعني plus 4 over 3، يبقى x اهي 3x plus 4 و x minus 1. هو اصلا values اللي طلعت لي 1 و negative 4 over 3. طبعا ادي الاكس وادي الاكس صح، احنا كنا بنقول بنعكس الساين هنا وبنعكس الساين ونشيل 3 نحطها جنبها ويبقى هو ده البراكتس. طبعا دي طريقه الفاكتورايزيشن. ليه؟ علشان نعمل سمبليفاي وفي الاخر السؤال كله يبقى ايكوالز ايه؟ 3x بلس 4 اوفر x بلس 1. طيب السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده يا جميل على طول هتعمل له فاكتورايزيشن. طبعا مفيش كومن فاكتور فوق ولا تحت، طب يلا نعملها بالكالكوليتر على طول علشان نعود نفسنا ان احنا نحل باسرع الطرق الممكنه. ادي 2x باور 2، وبرضه لما نيجي ناخد الليم لما ناخد الكلام ده في الليمت انا هقول لك تعمل ايه علشان ما تحتاجش فعلا دايما الكالكيوليتر في السمبليفاي، ولكن اهو في الفاكتورايز سوري
2 ونيجاتيف 5 ونيجاتيف 3 equals طبعا واحدة طلعت 3 يبقى 3 يعني x minus 3 لأن أنا بعكس الساين. وإيه تاني؟ نيجاتيف هاف يعني آدي 2x plus 1. طب التانية two negative three negative nine هتطلع برضو three ونيجاتيف three over two. three يا جماعة يعني x minus three ونيجاتيف three over two يعني two x plus three. خلي بالك لازم تبقى فاهم ازاي بتعمل الكلام ده. ده راح مع ده هيفضل two x plus one over two x plus three. هنا فوق مفيش كومن فاكتور، في فاكتورايزيشن مباشر اللي هي ادي اكس واكس ونيجاتيف 15 ده عايز تو نمبرز الملتبلاي بتاعهم 15 والديفرنس بينهم 2 اللي هم 5 و 3 الكبير بوزيتيف والصغير نيجاتيف. هنا هناخد 5 كومن فاكتور هيفضل عندنا ايه؟ خلي بالك انا عايز اعمل الفاكتورايزيشن تحت ده 5 كومن فاكتور هيفضل اكس باور 2 ماينس 9 يا سلام اللي هي عباره عن اكس بلس 3 و x minus 3 اللي هي difference between two squares. خلي بالك الأسئلة دي بتيجي كده زي ما هي بيبقى فيها أكتر من factorization يبقى x plus 5 over 5 times x plus 3. هنا مفيش factorization فوق يبقى على طول sorry مفيش common factor يبقى 4x minus 3 و 4x plus 3. تحت بقى إيه يا جميل؟ هتاخد 2 common factor هيفضل عندك 4x minus 3. طبعا simplify راح ده مع ده مع السلامة يفضل 4x plus 3 over 2. الأفكار بتاعت الفاكتورايزيشن كتيرة ولكن استخدامها حلو في simplify بيحسسك إن أنت بتعمل حاجة ليها معنى. وطبعا ده مهم جدا زي ما قلنا في secondary 2 في secondary 3 كتير. السؤال اللي بعده برضو هنا في 4 وهنا 64 يبقى أنا هاخد 4 common factor. لما أخد 4 common factor هيفضل عندي x power 2 minus 16 ودي x minus 4. طب ما هو الكلام ده يعني 4 ودي x minus 4 و x plus 4 over x minus 4. يا سلام على الجمال يبقى ده equals 4 times x plus 4. هنا في حاجة هنا ال x في الأول وال x هنا في الآخر تقدر تعمل حاجة أقدر أخد negative common factor وأقلب وتبقى x minus 9. جميل. طب واللي تحت ده عبارة عن x plus 9 في x minus 9. ايه الجمال ده؟ بقت سهلة. ده راح مع ده مع السلامة يفضل فوق negative 1 over x plus 9. طبعا ده factorize difference between two cubes bracket صغير و brackets كبير الإشارة زيها عكسها دايما positive. هنا في x وهنا في cubic root لل 8 اللي هو 2. هنا x power 2 وهنا 4 وهنا 2 times x أو x times 2 اللي هي 2x. وتحت عندي ايه؟ في 3 common factor. خلي بالك لما تاخد 3 common factor هيفضل x power 2 minus 4 طب ال x power 2 minus 4 دي عبارة عن ايه؟ x minus 2 في x plus 2 مع السلامة. يبقى يا جميل ده طبعا عمره ما بيتفاكتور علشان ما تروحش تجرب الكالكليتر وتضيع وقتك بس هو عمره ما بيطلع له factorization. ادي 3 times x plus 2. شوف الدنيا سهلة وبسيطة ومش عايزين نضيع فيها وقت لكن مهم جدا الكلام ده في الدروس اللي جاية. الفاكتورايزيشن ده شكل من الاشكال الشهيره جدا في موضوع الليميتس. بتعمل له ايه ده يا جميل؟ عادي ده بيرفكت سكوير وده بيرفكت سكوير وبينهم ماينس يعني هتقول لي اكس بلس 2 في اكس ماينس لا اللي انا بعمله ده معلش هتقول ان ده عباره عن اكس بلس 2 ادي اول باور 2 صح؟ هتاخد الروت بتاع الفيرست والروت بتاع السكند وتحط بينهم مره بلس ومره ماينس اهو مرة بلس ومرة ماينس. روت الفيرست ده بـ x بلس 2 آدي x بلس 2 وروت السكند ده بـ 2 وآدي 2. هنا هتاخد x common factor هيفضل x بلس 1. طب ما هو x بلس 2 ماينس 2 راحوا مع بعض فضلت x واحدة صح؟ يعني هنا في x الـ x دي تروح مع دي؟ هيفضل عندك هنا إيه؟ x بلس 4 يبقى آدي x بلس 4 over x بلس 1. ليه؟ ده كله x بلس 4
تايمز اكس، تايمز الاكس، الاكس اللي فوق بتروح مع اللي تحت، بس لما يكون في بينهم تايمز مش بلس. هنا نفس الكلام بالظبط، هتحط هنا ادي براكتس وادي براكتس اوفر 5x. الكلام الجميل ده عباره عن 2x minus 1 وادي 2x minus 1، ومره بلس ومره ماينس، وال1 دي الروت بتاعها 1، فانت النيجاتيف 1 مع البوزيتيف 1 راحت، فضل عندك ايه هنا 2x، وهنا 2x minus 1 minus 1 يعني minus 2 over 5x. حصل تمام، يبقى الاكس راحت مع الاكس، يفضل عندك 2 times 2x minus 2 over 5. هنا برضو على طول كده هنقول perfect cube. على فكرة ده لو باور 2 ما كانش ينفع يبقى فيه factorization عشان دي بلس، يبقى براكت صغير وبراكت كبير. الصغير هيتحط فيه x بلس 2، والساين بقى بتاعتي اللي انا هوزعها ده بوزيتيف، يبقى ده بوزيتيف وده نيجاتيف وده دايما بوزيتيف. طيب كيوبيك روت لده ب 1، طب ده باور 2 هقول له اهو ادي x بلس 2 اول باور 2. وعندي ايه كمان؟ ده تايمز ده اللي هو x بلس 2 تايمز 1 يعني x بلس 2، و 1 باور 2 يعني 1. طب ده كله اوفر مين بقى يا جميل؟ هتاخد من هنا 2x كومن فاكتور، هيفضل عندك هنا ايه؟ x بلس 3. طب ما هو ده اصلا x بلس 2 بلس 1 اللي هو x بلس 3، يعني ده راح مع ده، فضل عندك ايه؟ سيب لي الباقي زي ما هو. طبعا المفروض انك انت تفك ده وتروح تعمل سمبليفاي ماشي، بس ما تنساش ان هنا في براكتس عشان في قبلها ماينس، يبقى ماينس x ماينس 2 بلس 1 يبقى معلش ماينس 1 اوفر 2x. طب يا مستر انا عايز اعمل سمبليفاي، اعمل سمبليفاي وده صح مش غلط، بس في اسئله الليمتس هنا مش هتواجهك الحاجه، او مش هيكون عندك حاجه انك انت تعمل ايه سمبليفاي اكتر من كده. شوف السؤال اللي بعده عشان ما تقعدش تعمل ستيبس كتير وتضيع، احنا بنتدرب عشان نحل اسئله الليمتس. هنا x minus 3 all power 2 minus 1 نفس الكلام اللي احنا قلناه من شويه، x minus 3 مرة ودي x minus 3 مرة بلس 1 ومرة minus 1 over الفاكتورايزيشن بتاع الكلام ده هيبقى 2 places برضو، هيبقى واحد منهم او روح اعمله بالكالكليتور لو انت عايز، بس هو سهل، هتقول هنا 2x وادي x وهنا بلس 1 وهنا negative 2. تعال نجرب صح ولا غلط، extremes و means 2x times negative 2x negative 4x و x. طب تمام الحمد لله. هنيجي بقى نشوف دلوقتي ال simplify بتاعي هيبقى عبارة عن ايه، x minus 3 plus 2 مش دي عبارة عن x minus 2، هتروح دي مع دي، هيفضل عندي x minus 3 minus 1 اللي هي x minus 4 over 2x plus 1. هنا factorize تاخد brackets و brackets over x minus 2. طبعا هنا هيدي لك x power 2 وهنا x power 2، ليه؟ عشان دي x power 4. عايز 2 numbers المالتبلاي بتاعهم 20 والديفرنس بينهم 1 اللي هما ال 5 وال 4. الكبير هياخد اشارة ال positive عشان دي positive. طبعا ده لسه ليه factorization اللي هو x power 2 plus 5 times x plus 2 في x minus 2. ليه؟ علشان هو difference between 2 squares. سوري dx. ده اتعمل له فاكتورايز x باور 2 x بلس 2 في x ماينس 2. طب ده راح مع ده، يفضل عندي x باور 2 بلس 5 تايمز x بلس 2. هننزل نشوف اللي بعده نفس الكلام، ادي x بلس 2 اوفر هنا يبقى x باور 2 ماينس 4 في x باور 2 بلس 4. جميل جدا، ادي ال x بلس 2 زي ما هي، وفتحت هيفضل عندي ايه؟ x power 2 minus 4 هتبقى عبارة عن x plus 2 في x minus 2، ودي x power 2 plus 4 ملهاش factorization تاني. خلي بالكم انه اكبر مشكلة بتواجهني في المنطقة دي اللي هي القصة بتاعت الأسئلة اللي فيها factorization، يعني double factorization، فدي هتبقى 1 over الكلام ده. هنا بقى هتشغلي دماغك كأنك ذكي، هتعمل ايه؟ هنعمل حاجة حلوة. الباور ده 1 والباور ده هاف، يعني ده قد ده مرتين صح؟ يبقى انا هعمل فاكتورايز عادي جدا، بس الفاكتورايز هيبقى في حاجه جديده. ايه هي؟ الروت اللي في النص، مش لما كان دي بتبقى اكس باور 2 ودي اكس، كنا بنحط هنا اكس وهنا اكس، يبقى انا هاخد الروت الصغير اللي هو الهاف، مش الباور ده هاف. هتقولي هنا روت وهنا روت،
طب وبعدين two numbers المالتبلاي بتاعهم 12 والديفرنس عشان دي ماينس ديفرنس بينهم 1 اللي هما ال 4 وال 3. طب الكبير بياخد الساين اللي في النص يبقى ده بوزيتيف وده نيجاتيف. طب دي ملهاش فاكتورايزيشن ليها، روت الاكس بروت اكس بلس 3 اللي هي روت ال 9 وروت اكس ماينس 3. طبعا ده راح مع ده، ودي اصلا من الاسئله اللي هتبقى سهله لما تشوف الكي ليميت. يبقى انت عندك هنا روت الاكس بلس 4 اوفر روت الاكس بلس 3. طب هنا الكلام الجميل ده هنعمل له ايه؟ كده احنا دخلنا في فكره اللونج ديفيجن. طب فكره اللونج ديفيجن دي بتتعمل ازاي؟ ركز معايا علشان لان ده كده ملوش فاكتورايزيشن بالعادي، فتركز معايا في فكره اللونج ديفيجن علشان تفهمها وتبقى بالنسبه لك سهله. فكره اللونج ديفيجن بسيطه جدا يا شباب، كل ما علينا ان احنا بناخد الاكسبريشن ده ونروح قايلين ده اكس باور 3 يبقى اكبر حاجه عندي باور 3، يعني في كوفيشنت للاكس باور 3 كوفيشنت للاكس باور 2 للاكس والنيوميريكال تيرم، يبقى انا عندي في 4 كوفيشنتس. طب لما اجي اقرا هنا في السؤال عندي ايه؟ الكوفيشنت بتاع الاكس باور 2 باور 3 بكام؟ ب 1. الكوفيشنت بتاع الاكس باور 2 في اكس باور 2؟ لا، يبقى هحط مكانه 0. طب ينفع ما اكتبوش؟ لا، لازم تكتب مكانه 0. وبعدين الاكس باور 1 الكوفيشنت بتاعها نيجاتيف 15 والاكس باور والنيوميريكال تيرم سوري اللي هو نيجاتيف 4. وبعدين تروح عامل كده وهتيجي هنا هتروح كاتب لي مين؟ دي اكس ماينس 4، يبقى انت هتكتب 4. طيب افرض هي اكس بلس 4 هتكتب نيجاتيف 4. اول حاجه هتعملها هتعمل ايه؟ دروب، يعني هتاخد ال 1 ده وتعمل له دروب تحت هيبقى 1. 1 تايمز 4 ب 4، 0 بلس 4 بنعمل ده دروب وبعدين ده تايمز ده بنكتب الريزلت هنا. 0 بلس 4 ب 4، 4 تايمز 4 16 هنكتبها فين؟ هنا، يبقى دي 16. طب بلس ولا ماينس؟ لا بلس، نيجاتيف 15 بلس 16 ب 1. 1 تايمز 4 بفور، جميل جدا رائع. طيب بعد كده نيجاتيف 4 و4 0 يبقى كده خلص الفاكتورايزيشن. طب الريزلت بتاعتي عباره عن ايه؟ مش انت عملت الديفيجن باي اكس ماينس 4؟ لا انا عملت 4، لا هي الاكس ماينس 4 يعني انت بتكتب هنا 4 اللي هي بتعكس الساين دي. يبقى انت هتروح كاتب لي فوق يا جميل ادي فراكشن وادي الاكس ماينس 4 وهنا هيبقى في اكس ماينس 4 اللي هي بتاعت الديفيجن. طب واللي جوه ده يتكتب ازاي؟ اكبر باور هنا كان كام؟ 3. يبقى هتاخد دول كده وتحط لي الباور من بعد ال 3 على طول. اقل من ال 3 في مين؟ المفروض قبل ال 3 في 2. طيب يبقى هنا هتبقى دي اكس باور 2 ودي اكس باور 1 ودي نوميريكال تيرم. طبعا كل حاجه باشارتها زي ما هي سواء بوزيتيف او نيجاتيف. فيبقى هنا على طول في عندك ايه؟ اكس باور 2. طب وال 1 هو كوفيشنت مفيش داعي يتكتب. بلس 4 اكس بلس 1. طبعا ده راح مع ده يبقى السمبليفاي بتاعي بقى x باور 2 بلس 4x بلس 1. سهله جدا، يعني انا شايف ان هي اسهل ما يمكن. هنعمل نفس الكلام كده وهنيجي هنقول له انا عايز فاكتورايزيشن للي تحت. طيب نعمل فاكتورايزيشن للي تحت، ادي x باور 2 x باور 2 ادي x و x ده 2 numbers تايم بتاعهم 2 والديفرنس بينهم 1 يعني 2، ادي بلس 2 ونيجاتيف 1. هنا بقى عشان احل صح لازم ابقى عارف الكي ليميت عندي ايه، يعني هل انا كنت بعمل ديفايد اكس باور 2 يعني هعمل ده الاكسبريشن اللي فوق ده هعمل له ديفايد ده ولا ده؟ ده بيبان من الليميت. لو كانت الليميت ابروتش تو نيجاتيف 2 يبقى هعمل ديفايد ده، لو هي ابروتش تو 1 يبقى انا هعمل ديفايد اللي هو يا هعمل 1 يا نيجاتيف 2 على حسب الليمت ابروتش تو مين. طيب انا هعمل مين؟ انا هعمل ديفايد الثانيه يعني ديفايد 1، فانا احط هنا 1 واحط هنا اكس باور 3 يعني 1 وبعدين ما فيش اكس باور 2 يبقى 0 وبعدين اكس باور 1 بنيجاتيف 2 وادي 1. هناخد الاولاني ده ونعمل له دروب فهيبقى 1 وبعدين نبدا بقى نشتغل. 1 تايمز 1 ب 1، 0 بلس 1 1، 1 تايمز 1 1، نيجاتيف 1 بلس 1، نيجاتيف 2 بلس 1 بنيجاتيف 1، نيجاتيف 1 تايمز 1 بنيجاتيف 1 ادي 0. يبقى كده خلص. انا عملت المين 1 يبقى هكتب اكس ماينس 1. طب وبعدين هتروح قايل لي اكبر حاجه عندك 1، طبعا هنا كانت اكس باور 3 يبقى هتبقى اكس باور 2 وبعدين 1 كمان يبقى بلس اكس
وبعدين نيجاتيف 1 يبقى ادي نيجاتيف 1. طبعا في سيمبليفاي يفضل عندك ايه يا جميل؟ x باور 2 بلس x ماينس 1 اوفر x بلس 2. طبعا ده نفس الكلام، سهل جدا. انت الفاكتورايزيشن بتاع اللي تحت ده عباره عن ايه؟ تو براكتس، ادي براكت صغير وبراكتس كبير، دي بوزيتيف زيها ودي نيجاتيف ودي نيجاتيف، ادي x بلس 2 وادي x باور 2 وادي 2x وادي 4. طبعا انت كده عرفت انك انت هتعمل ديفايد الاكس باور 2، يبقى هتعمل لي الديفيجن بتاعك عادي، هتكتب الكوفيشنت الاولاني 2 في x باور 2 اللي هو 3، مفيش x يبقى 0 وبعدين 4. وهنا انت عندك هنا x بلس 2 صح؟ يبقى انت هتكتب لي هنا نيجاتيف 2، لان السؤال اصلا هيكون ليميت x ابروتش تو نيجاتيف 2. طيب هنعمل دروب لل 2 الاول، ال 2 نزلت 2 تايمز نيجاتيف 2 بنيجاتيف 4، 3 تايمز نيجاتيف 4 بنيجاتيف 1، سوري 3 بلس نيجاتيف 4 بنيجاتيف 1، نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 2 ب 2، و 0 بلس 2 ب 2، 0 تايمز نيجاتيف 2 بنيجاتيف 4 وادي 0. خلاص كده بقت x بلس 2 تايمز الريزلت اللي طلعت لي. طبعا هنا كانت x باور 3 بقى هنا x باور 2، 2x باور 2 ماينس x بلس 2. طبعا ده راح مع ده، ونكمل الحل بتاعنا بشكل عادي وطبيعي. واعتقد كده ايه نكون خلصنا وصلنا لاخر فكره معانا في الفاكتورايزيشن والسمبليفاي واللونج ديفيجن. دي كانت من اهم الافكار اللي بتحل لنا مسائل صعبه ما بنعرفش نحلها بالفاكتورايزيشن، وكمان ممكن نستخدمها في الالجبرا في اسئله تتعلق بدرس الجراف اوف فانكشن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.